نعم. واللي فين كتسكن؟ أنا كنسكن في مرشل. شنو بلاصة مرشل؟ أريا. هضرنا على الظروف ديالك شوية. يا وليدي أنا كنا مع عائلتي وما خصنا حتى خير، والأيام ما كتصلحش لحق عادة واحد. يا اليوم يا وليدي صبحت. عندي صوتك شوية. صبحت اليوم كرا عليا 3 سنين. الضو والماء المعيشة. عايشة عايشة فيها، أنا اللي كنطلب على الله ياك كانوا يشوفوا لي واخا قرر عندي حوايجي تعطيه الدار مولاها، أنا ما عندي باش أدي له رزقه، ما عندنا شي يا بني ربي اللي عالم بيا. لكن شي كيفاش عاملة معاه شوية؟ صحة دابا ربي اللي عالم بيا كيف أنا، هذاك شي بحال ولا تسألو. الحمد لله بقى كتمشى شويه. اللهم لك الحمد ولي الحاش انه لك الدرجه. انا قلت لك دابا الساعه مسيبه كنشوف على الله كانوا شي مؤمن شوف لي شي موتا في نسين نستر فيها راسي. عليك 3 سنين الكريدي. انا دابا ما عنديش باش نخلص 3 سنين ولا 4 سنين. هو صبر معاك. دابا شحال غادي يبقى صبر الراجل. المهم الوحيد قال لك واحد خصو يفهم راسو. نشوف قالوا لي شي مؤمنين، الناس قالوا لي هيدا شوف شي مؤمنين كيعملوا صدقة جارية، الناس بزاف كيعملوا صدقة جارية. أخلاص يا دي بيت وبارك عليا نعطي الدار مولاها وليدي. عرفت شي واحد الحاجة؟ عندي الله، الله مع حقي فيه مع الأمة. ما عندي حد وليدي، أنا توكلي عليك يا ربي، توكل على حد. عايشة بوحدك؟ عايشة غرانة والله، شحال دا مرة مصيبة تما مطيحة. عندي ما نقولو صافي الحمد لله، مش قلت لكم اجيو عندي للدار وشوفوا، بعنا اللي بعنا واللي بقى ما تبيع دابا والو. انت بعدا الحمد لله بخير. الحمد لله، اللهم لك الحمد، كنا ونرسل كلنا كيعرفوني، وكانوا هما كيقولوا لك شدي يدك بركة ما تجي ما تتشرش، لكن ما مشاش بالخير ما مشاش بالشر. الحمد لله. الحمد لله عملنا الخير، الحمد لله أنا غدا نموت. عندي عندي ما ندي من الدنيا، كنا مستورين ما خصنا حتى خير والله. الدنيا ما كدوم من حد وليدي، الدنيا ما دامش لحد الحمد لله. ما عندك شي عائلة؟ أنا قلت لك أنا وجهي مي دار في غير هنا في مرشان عندي. أنا قلت لك ما كعائلة ما كنتي لاباس، دابا شكون غادي يعرفك؟ دابا يهربوا منك. علاش يقول لك ماشي عندها باش تعطيوها؟ قال هذا كيحيدو. ارحب مرشان هنايا عائلتي كلها في مرشان. والو. تايا انا كنخليهم، انا جبرت الخير في البقال قدامي هو عبد الله يدير. هو كيعطيني ناكل وهو كيعطيني اللي خصني. واحد النهار خرج لي الحوس من دارو، خرجوا لي. الله يبارك لك في العمر يا عبد الله. الحمد لله، الحمد لله ما كتلقاش من الجوع. الحمد لله بركة عبد الله يدير. كاين ولاد الناس كما كان شي هو والله ما جبرت حتى الخبز. كاين ولاد الناس الحمد لله. الحمد لله. ما عندكش وليدات؟ لا وليدي هذاك اللي عندي انا هو مريض مسيب. مالو مسيب؟ اللي كيتقطع عليه ماشي الم هنايا في النص. داكشي ديال الروماتيزم؟ لا باش قال له كيتضيادو، قال له الطبيب خصك العملية والعملية خطر. شحال في عمره مسكين؟ 52. ما رضيته. شنو تقدر تقول لما خوتك المغاربة؟ المغاربة أنا أقول لك شنو نقول لهم، إلا في كاين شي مؤمن إذا رئيس صدقة جارية أعطيني واخا البيت، نجمع حويجاتي نعطي الدار مولاها. أنا ما أقدر نقول لهم والو، هما كيعرفوا، يعني أنا حكايتي عاودتها، والمؤمنين هما اللي عرفوا. بيكوا على الخير إن شاء الله. هما اللي عرفوا بينهم وبين سيدهم. ما يخلوش يختم بلاش. هو ما عرفوا اللي عمل شي حاجه كيهمو طع وليدي. شحال عمرك الحاج؟ 76. هو اللي اشي كيهمو طع ابرو. انا ما غندوموش في الدنيا وليدي. انا ما غندوموش هنايا. المهم كانت عندك الدار ديالك؟ كان عندي شو رزقي، لان يعني الوالد كان عنده الديور مصلى 6 ديور. اي ولات مرات بابا. كي معات قلنا لها بالسلامه. الله. انا اللي قال لي ابني قال لي دعتي ما دعتيش، قلت له الحمد لله الحمد لله ربي وشكره. ما هو مالك الحمد فين النصيب ديالك؟
كنت عملتي الناصيب ديالك؟ كنت ناصيب الوارث صرت انا وعماميه كانوا جوج عمامي وعمتي عشان انا بوحدي ما الغالب الله الحمد لله كثير لا حنا ما كنعرفوش شو درتي لينا تبرعنا ايوا والحمد لله واخا انت عندك تجربه الحمد لله تقول الناس اللي اليوم مسك عليهم الله وما كيعرفوش يشدوا لا قولوا اللي عنده شي فلوس يشد يرد باله مني انا يشد يدو يعرف شنو الدنيا ما كدوم من حد كيجيو الافات بزاف في الدنيا كيجي المرض كيجي بزاف الافات ودابا هاي انا راس مدلوله مع عباد الله ايوا ولا مدلوله علاش نقول الحق وكنت خلص كنت خليت رزقي كان انا كنشد بالكراكري الساكن كشينا جوج واحد تحت الرحمه سيدي ربي عاون قولو قدر الله وما شاء فعل وبابا غير بغاني ربي هيدا وما لك حاجة انا حمدك وشكرك يا ربي اللي عطاني ما بالي شنو بغيت في المحلاج شنو بغيت انا قلت لك شنو بغيت اي كاج غير في بيت سيوت بيت نجمع حوايجي فيه تبقى مولاها ما عندي باش ادي الكرا وليدي ما عندي باش ادي الكرا مره ما عنديش والراجل خصو دارو 3 سنين هاي طلعت 4 سنين 5 بغا نزيدو كيتعامل معاك مسكين آه الله يا ودي ولاد البلاد طنجة وديالنا الله يعمر وليدها مول الدار عندي الله يعمر وليدها الله يخليهم صغره انتي نخلق وتربي هنا لا نخلق صغري في الاصبع طنجة وليدها آه الله يا ودي اش قلت لك انا التصوير لا كجيت لعندي الدار كشفتي التصوير تاع ولد خالتي تاكدتي واش شي دعوه تقدر تقول للمغرب شي دعوه تقدر تقولها المغرب ولا ماشي شي خير الله يجازيهم كل خير والله يكفيهم يبارك لهم في صحتهم وفي وليداتهم يبارك لهم في عافيتهم ويرزقهم ربي من عنده يفتح عليهم نتينا عاود الله يبارك فتح عليك يبارك لك في عافيتك يا وليدي يعطيك ما كتمنى على الله امين ديك اللي كتمنى على سيدي ربي امين ودعي معايا انا الحاج عاد غتقول لي انا اللي كيفيا الخير في كل فجر كنصلي الله العظيم هو الاولي الله يقول لي أفيا الخير كامل في الفجر عندي الفجر ديالهم ما أفيك الخير وتخليه كتفيق تصلي الفجر؟ دائما الحمد لله كأم ثلاثة ادعي معنا وربي كفيك وليدي ادعي مع عبد الله عبد الله عبد الله هذاك بحال البنية هذاك العيل اللهم لك الحمد لله الله يبارك فيك نتمنى الرحمن من عنده يكون على خير ان شاء الله الرحمة من عند وليدي يا الحبيب هو ينشوف راسي النبيلة تخسرت كيقولوا لي هي كتكتر لك الضوء ايتم اذا لي عدلة اما ولك اما البركة اللي كيعطيولي الناس كان عمل فيها البركة اللي كيعطيولي الناس بس ما بقاش تخسر حاجة كتسألي فيها تما الخضرة هي في النبيلة سألك شهر الحمد لله عندك شي حاجه اخرى تقول لنا لا الحبيب انا اللي كان في البدل اللي كان في الصحه دابا ربي يجيب شي مؤمنين عاود يعطيونا باش نمشيو للطبيب ونداويو ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله اه مالك الحمد الله يجازيكم كل خير يا وليدي يعطيكم ما كتمنى على الله امين سهلكم مصعب يسهلكم امركم يا وليدي